السلام عليكم. احنا قلنا بأن عسل مانوكا يمتاز في قوته في قتل الميكروبات والجراثيم وتطهير الجروح وتعقيمه بسبب مادة MGO. هذا المادة قاتلة للبكتيريا، وهذا المادة مختص فقط في مانوكا. كل الأعصال يقتل الميكروبات ولكن بطرق أخرى، بس المانوكا بالإضافة إلى الطرق الأخرى عنده هذا المادة MGO، وهذا في درجات. في درجة MGO فيها 1000، ولو في 500، في 100، في 50، على درجات أو حسب UMF. إذا واحد ما استفاد من عسل مانوكا فمعجزة الشفاء عندهم مانوكا من النوع الآخر اللي فيها هذا أكبر في القوة واستفادة أكثر، بالإضافة إلى قتل الميكروبات. هذا المانوكا السوبر مانوكا يفيد في تخفيض الكوليسترول، ويفيد في نفس الوقت في ضبط السكر. هذا فيها قرع المر، مش عشبة قرع المر ولا مطحون، لا، خلاصة قرع المر. وموجود فيها بروبوليس أكبر النحل، وموجود فيها مستكة، وموجود فيها خلاصة أوراق الزيتون، مش أوراق الزيتون المطحون، لا، خلاصته. إن ما أنا شنو أنا خلاصته يعني من 100 كيلو مستخلصين كيلو واحد. هذا سوبر مانوكا. يعني إذا واحد ما استفاد من المانوكا حق القولون، حق قرحة المعدة، حق التطهير أو التهابات المعدة و12، فهذا أقوى منهم لأن فيه هذا الشغلات موجود، وقوته 15 أكتيف، يعني 500 MGO.